زمن تحديد الخيارات، فكيف تبدو الرؤية من بكفية؟ آخر أيار يقترب ولا حل لقانون الانتخابات. بعد 20 حزيران قد لا يكون هناك مجلس نواب. طال التكليف وتعذر التأليف. حزب الله يقاتل في القصير والتفجير يمتد إلى لبنان. فما هو موقف حزب الكتائب؟ النائب الشيخ سامي الجميل ضيف وليد عبود بموضوعية هذا الاثنين 9:30 مباشرة على الام تي في. كل رأي بيستحق ينسمع وكل طموح حدا يآمن فيه. البنك اللبناني الفرنسي راعي طموحاتكم بموضوعية. La nuit de l'homme, Yves Saint-Laurent.